ببداية عالم صباح كنت عم بقول انه فعلا شهر كانون الاول هو من احلى الاشهر بخلال السنة، لانه فعلا ببلش واحد هيك يعيش اجواء العيد من بداية هالشهر. بلش المعايدات، بلش الاحتفالات، بتبلش فعلا كل الازينة اللي بتكون موجودة بكل الشوارع، مش بس بلبنان انما بكل انحاء العالم، وهذا الشيء بخلينا هيك نفرح فعلا ودائما نتذكر الاشخاص الاقل، يعني اذا فينا نقول عم بيعيشوا بامور يعني فعلا هيك اقل شيء واحد ممكن يعيش فيه، يعني لهالسبب هالاشخاص المحرومين هن بحاجه لواحد يطلع فيهم يساعدهم، يمد ايده لحتى يمسك بايدهم ويقدر فعلا يوصلهم لا هيك حياه نوعا ما كريمه اكثر بكثير من الامور اللي عم يعيشوها بخلال كل ايام السنه. اليوم رح نحكي عن موضوع كثير اساسي حبت تتبعه مثل كل سنه، جماعه رهابنه مارونيه واللي هي مسيون دوفيل. اليوم معنا الاخ باولو سكر، صباح الخير. صباح النور، واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم صباح، وينعاد عليكم ان شاء الله بالخير، واكيد عليك. هالخير اللي عم تحاولوا تنشروه بهالاشخاص اللي عم تشتغلوا معهم وعم بتحاولوا فعلا انه تحسسون باجواء العيد، وهذا الشيء اللي دائما بنقول انه مزبوط واحد بده يعمل خير على كل ايام السنه، بس بخلال هالفتره اكثر بحس انه الحاجه اكثر، وبحس حاله واحد هيك وحيد اكثر، بحس انه بده حدا يهتم فيه اكثر. بقى هذا الشيء اللي عم تقوموا فيه، يعني كل شهر كانون الاول تقريبا عم بيكون عندكم انشطه. اذا بنبلش بس هيك بنعرف بشكل كثير سريع على ميسيون دو في قبل ما نتابع ونحكي عن الانشطه اللي رح تصير بخلال شهر ديسمبر. اكيد. نحن جماعه رهبانيه مارونيه بطريركيه، اباء واخوه وخيات، كرسنا حياتنا للمسيح وبرسالتنا في عده امور بنقوم فيها. اهم الرساله مع افقر الفقراء، ان كان بنستقبل الاشخاص بالاديار اللي انشئت او بننطلق لعند الاشخاص الفقراء برساله الشوارع ببيوتهم على الطرقات مطرح ما هن، بنحاول نكون عم ندعمهم قدر الامكان. والرساله مع الشبيبه اكيد، لانه الشبيبه هن نبض المجتمع، صحيح. هن الاشخاص اللي بيقدروا فعلا يعملوا تغيير، فبنسعد ما فينا ننشئ الشبيبه نكون حاضرين معهم نعمل لهم نشاطات. ورساله الكلمه اكيد نقدر هيك فعلا نوصل الكلمه للاشخاص اللي بحاجه عم تسمعها لتكون هيك فعلا عم ببلسم القلوب. ونحن جماعه اكيد بنتكل على عنايه الله، يعني ما عندنا اي مؤسسات او اي مصادر ماليه لنكفي رسالتنا ولنكفي حياتنا، انما فعلا الله بيكون عم بدبر من خلال الاشخاص كل الامور والامكانيات لنكون عم نعمل المشاريع اللي عم نعملها. ومثل ما ذكرت يعني فرير باولو انه الواحد بحاجه انه يحس بس على القليل انه حدا عم يسال عنه، يعني اوقات حتى بس الابتسامه، الزياره، الاشخاص يحسوا انه في ناس هيك حواليهم، هيدي لحاله بتحسسهم بفرحه العيد. يعني مثل ما ذكرت حتى لما بتروحوا لعندهم على اماكن تواجدهم، هيدي لحالها بتكفي اوقات وبتخليهم هيك يحسوا انه هيدا العيد لهم كمان، والعيد انه فعلا عنده امل جديد لهم. هالمره الانشطه عديده كمان مثل العاده بخلال شهر ديسمبر، 17 شهر اول نشاط. اول نشاط مزبوط 17 شهر عندنا لقاء اسمه لقاء الولاده بنقوم فيه كل سنه، صرنا تقريبا 16 سنه بنقوم هذا اللقاء. بلشنا ب 30 او 50 شخص بالاول، واليوم صرنا 500 عائله بكونوا عم بيشاركوا بهذا اللقاء، رح يكون بالفورم دو بيروت. هالعيال كلهم اشخاص فقراء، وقد ما فينا نجرب هيك نشاركهم جو العيد وفرحه العيد مثل ما كنا عم نحكي. وهذا اللقاء رح يصير قبل الظهر، رح يجمع اكيد اوجه فنيه واعلاميه معروفه كمان يكونوا حاضرين معنا، لهيك يقدروا معنا يوصلوا الكلمه وهيك ينشروا هالفرح بجو العيد. صحيح. ونقدر هيك سوا فعلا نقضي وقت مميز نختبر فيه هيك فرح العيد وفرح اللقاء. يعني العدد كتير كبير صار، ومثل ما ذكرت يعني الصبح رح يصير بالفورم، يعني قبل الظهر المشاركة مزبوط. الكبيرة اللي رح تصير لأشخاص وشخصيات معروفة، كمان شو رح يتضمن بخلال النهار هالاحتفال؟ يعني رسالة الولادة من أحلى يمكن العناوين اللي ممكن واحد يطرحها. حلو، نشكر الله. يعني هو الهدف أكيد واحد تنشيط حسوا بجو العيد، وهالاشخاص اللي جايين رح يكونوا عم بيساعدونا بالتنشيط اكيد، هن كل حدا بشخصيته المميزه، واكيد رح يكون في توزيع حصص غذائيه والعاب للاولاد، ورح يكون في توزيع غدا كمان لانه يكون فعلا عم بيتغدوا بشكل كمان اكل طيب، وهيك نقضي وقت سوا فعلا حلو وممتع، بنفس الوقت هيك نختبر عن جد عمق فرح اللقاء. 30 ل 50 عائله و500 عائله هلا، كيف 30 ل 50 شخص ل 50 شخص بالبدايه من 16 سنه مزبوط. وهلا عم نحكي 500 عائله، عدد هائل فعلا من الاشخاص اللي عم بتساعدوهم، يعني كيف عم توصلوا لهم؟ كيف عم بيتم يعني كيف عم بتم مشاركتهم بخلال هالنهار؟ يعني نحن اصلا اكيد بننطلق دائما برساله الشوارع، وصار عندنا اشخاص كثير بنعرفهم على هذا الصعيد وفعلا عيال كثير بنساعدها،
وبنشكر الله اكيد الامور عم تتامن شوي شوي من خلال اشخاص عم يتحمسوا فعلا يأمنوا، خاصه الحصص الغذائيه اللي منه سهل يمكن تامينها وعددها كبير. صحيح، بس الله عم بدبر هيك الامور شوي شوي، عم نقدر فعلا نكون حد هالعيال وحد هالاشخاص بشكل كتير حلو. يمكن بعد في كتير غيرهم، بس شوي شوي هيك بنكون فعلا عم نطال هالاشخاص اللي عندهم حاجه. اكيد، لانه للاسف يعني الحاجات كتيره، بس كل واحد بيساعد على طريقته قد ما بيقدر. ريسيتال ميلادي للسيده ماجده الرومي راح يخلي كمان الميلاد شكله احلى، يعني ب 22 الشهر ان شاء الله راح يصير. مزبوط مزبوط، اذا الله بيريد 22 الشهر بكنيسه مارلياس على الساعه 8:30 عشيه. ونحن هذا الريسيتال هو الريسيتال الوحيد خلال السنه والنشاط الوحيد يلي هو تمويل للجماعه. نشكر اكيد موجه تحيه للسيده ماجده الرومي اللي فعلا بمحبه كبيره بتكون عم تبادر كل سنه هذه المبادره وبتوقف حد الجماعه بمحبه فعلا ملفته جدا. واذا حدا بحب يحجز بالمبدا قطعت البوستر على الشاشه، واذا برجع بقول الرقم 8133-5804. اذا حدا بحبكم عم بيسال عن الاسعار ويكون عم بيشارك معنا بهذه الليله، هيك يدعم رساله الجماعه. وفعلا بيكون الجو كتير حلو مليء هيك بجو الفرح والتراتيل والجو الروحي الغني اللي فعلا كل سنة السيدة ماجدة بتغنينا، إن كان بصوتها أو بحضورها. صحيح. وهيك بهالجو اللي بتعرف فعلا تطفيه على الأجواء اللي بتكون فيها. ففعلا لأنه فعلا بتعطي أجواء ميلادية يعني كمان بخلال صوتها وبخلال كمان الأغاني والتراتيل اللي بتقولها بخلال هالفترة. يعني بالكنيسة رح تصير، خلينا نرجع نذكر الناس بالضبط. يعني المكان الساعة بالضبط ب 22 الشهر. 22 الشهر نهار الجمعة عشية بكنيسة مارلياس أنطلياس على الساعة 8:30 عشية منبلش. أكيد قدر الإمكان نوصل أبكر على 8 أفضل. وللحجز الرقم هو 81-335-804. فيهم يحصلوا عليهم من شيء مكتبة أو شيء وهيك؟ أكيد أكيد يتصلوا فينا ونحن بنتفق مع الأشخاص حسب هن وين ساكنين كيف بيحصلوا على وأسعار التذاكر يعني مختلفة كمان مختلفة حسب الأماكن. إذا بدي يسألوا ديراك دغري على التليفون. نعم. فرير باولو كمان يعني مثل ما ذكرت رح تكون في الزيارات على بالبيوت، يعني هيدي كيف رح تصير كمان بالضبط؟ صح، نحن كل سنة كمان على الميلاد، هيدي أصلا بنقوم فيها دائما نحن أسبوعيا، بس على الميلاد خلال السنة يعني كل الوقت. صح يعني عايشين نحن دائما فرحة العيد وفرحة اللقاء نشكر الله، بس أكيد مثل ما قلتي قبل وتفضلتي إنه خلال هيدا الشهر عن جد العالم بتكون بحاجة أكثر، لأنه بتحس بفقدان العائلة، فقدان الأشخاص القريبة بهالشهر أكثر من غيره، كونه فعلا شهر عائلة بامتياز. فالأحد 24 الشهر قبل الظهر كمان رح ننطلق برسالة الشوارع. بعد ما حددنا الاماكن تحديدا، بعدنا عم نشتغل هذا الموضوع، ولكن السنه الماضيه واللي قبلها واللي قبلها يعني فعلا كانت الخبره مميزه كثير. عم نقدر نطال ان كان اشخاص بقلب مقاوي بس فعلا هيك عندهم حاجه كثير لحدا يزورهم، ان كان عيال فقيره، وهيك عم نجرب قد ما فينا فعلا نقضي معهم وقت هيك مثمر وعميق، يشعروا فعلا في اشخاص بتحبهم وحدهم، يلي هيدا اهم شيء قبل ما نحكي بالامور الماديه اللي ممكن تتامن. نشكر الله يمكن في امور ماديه معينه كمان بنقدر نامنها بهيدا النهار، بس الاساس هو فعلا قديش نقعد مع هالاشخاص، قديش بنحبهم، قديش بنلتقى فيهم. وعم بتكون الخبره سنه ورا سنه مميزه جدا جدا. السنه الماضيه كمان زرنا السجون، ما بعرف السنه اذا كمان رح نقدر نحقق هذا الشيء اذا الله بيريد، لانه كمان كانت خبره مميزه. نعم. وشفنا انه هالاشخاص يلي بالسجن اشخاص فعلا طيبين كثير وفعلا عندهم رغبه يتخطوا يمكن خبرات صعبه معينه عاشوها او شيء، كمان بحاجه لحبنا ولحضننا ولحضورنا. فعلا، لانه خاصه بخلال هالفتره مثل ما ذكرنا يعني الاولاد والاطفال بيكونوا بالدرجه الاولى حاسين انه بدهم هيك يعني العاب جديد، ثياب جديد، كل هالامور اللي بيحسسوهم اكثر بقيمه العيد. والكبار والمسنين هدول الاشخاص كمان اللي بحاجه لحضن واحد يحسسهم فيه اكثر، وهذا الشيء اللي عم تحاولوا تقوموا فيه. ويمكن مثل ما ذكرت التمويل الوحيد اللي عم بيصير بخلال هالفتره هو من خلال الريسيتال الميلادي اللي رح تقوم فيه السيده ماجده الرومي. يعني هون عم بيصير في تمويل نوعا ما لتقدروا تامنوا الحاجات كمان لحتى تامنوا الحصص الغذائيه والهدايا وغيرها من الامور. صح، يعني هذا الريسيتال هلا حاليا مثل ما قلنا هو النشاط الوحيد يلي بنمول من خلاله، ولكن هو فعلا نحن بيبقى خلينا نقول قدام الحاجات الكثيره وقدام المتطلبات في كثير امور بعد تتخطى يمكن هالريسيتال قديش بيقدر اكيد يامننا. هون فعلا بيجي تدبير الله المذهل، يعني لانه نحن بنتكل بالعمق على عنايته وواثقين انه هو بيدبر. وعلى هالصعيد في خبرات يعني اذا بدي بلش ما بقعد اخلص فعلا. نعم. كثيره وكثيره وكثيره من ربطه الخبز اللي بتتامن كل يوم، يلي ياما ايام نوع ما عندنا خبز. في 120 شخص بقلب الدار، يعني اولاد وشبيبه مسنين فقراء عايشين معنا بدهم ياكلوا ما بيكون عندنا خبز. فعلا بيجي حدا بدق الباب بيكون جايب خبز، وهالخبره صايره فوق ال 50 مره مينيموم يعني.
لعمار الأديار، لانتشار. يعني هلأ السنة صرنا تقريبا عندنا 6 أديار من تشرين، ما بين البقاع، ما بين الشمال، ما بين جبل لبنان والمتن. يعني فعلا الله عم ببارك هيك المشروع بشكل كتير حلو، عم بيكون حاضر بشكل مميز للتأمل الأمور. يعني الأديرة عم بتكون مثل ما ذكرت عم تنتشر بالمناطق اللبنانية، مركزكم الرئيسي وين بالتحديد؟ الأخوة العامة بأنطلياس، نعم. في وار أنطلياس، دار الحياة الجديدة، هو اللي بنستقبل فيه أولاد وشبيبة ومسنين. في عنا بقدمة دار العناية اللي هو مستشفى مجاني للأشخاص اللي بآخر مرحلة بحياتهم، نكون عم نرافقهم ونوقف حدهم، كمان خاصة اللي معهم كانسير وأمراض مستعصية. نعم وفي بالشمال وبالبقاع أديار عم ننطلق فيها تا نلتقى بالشبيبة تا نساعد الفقراء، لأنه ما في إمكانية استقبال صغار شوي الأديار، وفي غيرهم للرياضات الروحية كمان. نحن ما نقلكم يعطيكم ألف عافية، وكل سنة وأنتم بخير، وكل سنة والعطاء اللي عم بتقدموه فعلا هالعطاء الخير بيكون عم يوصل لكل الناس، وأكيد إن شاء الله سنة بعد سنة أيضا بتقدروا تحصلوا مساعدات أكثر لحتى تقدروا تفيدوا بعد أكبر عدد من العائلات. شكرا كثير لوجودك فرير باولو، وكل سنة فعلا لإلك ولكل الأخوة والآباء والأخوات اللي موجودين بهالأديرة يقدروا فعلا يكونوا محصنين لحتى يقدروا هن يساعدوا غيرهم كمان بالدرجة الأولى. راح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع لما بيشوفيه، ومن بعدها برايوتك بلس. خليكن معنا.